انت محتاج الفيديو ده قوي. ليه يا عم؟ انت اي فيديو لمراجعة موبايل تدخله لازم يقولك مثلا الجهاز ده بيجي بكاميرا 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 صح؟ طب ايه هي فتحة العدسة اصلا وايه معنى f1.8؟ بص، احنا زي ما عرفنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان اي كاميرا فيها سنسور، وعرفنا ان الجزء ده هو اللي بيستقبل الضوء اللي داخل للكاميرا، وكل ما كان الضوء اللي داخل اكتر فده هيخلي الوان وتفاصيل الصورة اكتر. قدام السنسور ده بقى بتكون موجودة العدسة. العدسة دي مسؤولة عن حاجتين: كمية الضوء اللي داخل عن طريق فتحة العدسة اللي هي F واي رقم يجي بعدها، والحاجة التانية هي المنظور او الفيو، اللي هو احنا قريبين من الحاجة اللي بنصورها دي ولا احنا بعيد عنها. وده لما بنقول العدسة دي مثلا 50 ميلي او 30 ميلي، ده اللي هتوضحه الصورة دي. كل ما كان رقم الميلي ده اصغر ده بيديك فيو اوسع، شبه ايه؟ كاميرات التصوير الزاوية الواسعة. وكل ما كان اكبر ده يحسسك انك قريب من الحاجة اللي بتصورها، يعني فيو اضيق واقرب. طب ايه هي فتحة العدسة بقى؟ قبل كل حاجة لازم تعرف ان كل ما كان رقم فتحة العدسة ده اصغر، الفتحة نفسها بتكون اكبر، وده له علاقة رياضية ملناش دعوة بها دلوقتي. يعني لما اقول لك عدسة f1.8 ده معناه ان هي اكبر من عدسة فتحتها f2.2. بس كده اكيد وصلت لك الفكرة. يعني كل ما كان فتحة العدسة اكبر كل ما كان الضوء اللي داخل للسنسور اكبر، وهنا احنا زهقنا من دي بقى، تفاصيل والوان اكتر داخلة للصورة. وكمان ده بيدعم ايه؟ التصوير الليلي، لان كده هيدخل ضوء اكتر. وحاجة كمان في فتحة العدسة ان هي كل ما كانت اكبر كان العزل بتاعها احسن، يعني لو في عنصر قريب من الكاميرا الحاجات اللي في الخلفية بتبان ان هي مزغللة او عليها بلور كده. وبس، ده كان فيديو النهاردة. اوعى تنسى اللايك والفولو، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.